إلى ذلك، تواصلت الإضرابات والتظاهرات في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية للمطالبة بتغيير النظام واستبداله بنظام ديمقراطي يحفظ حقوق الشعب. هذا وتظاهر عمال المجموعة الوطنية للصلب بمدينة الأهواز للمطالبة بحقوقهم المالية التي لم يصرفها مسؤولو المجموعة منذ فترة طويلة. في مدينة شوش واصل عمال شركة قصب السكر إضرابهم واحتجاجاتهم على تسليم الشركة لعناصر النظام الذين اتهموهم بالفساد، وأكد العمال أنهم سيواصلون إضرابهم ما لم يتم تحقيق مطالبهم. في مقابل ذلك، واجهت قوات الأمن الإيراني والحرس جموع المحتجين بالنار والحديد، حيث اندلعت مواجهات استخدمت فيها قوات الأمن قوة مفرطة واعتقالات تعسفية أدت إلى وقوع عدد من الإصابات بين صفوف المحتجين.